شي حاجه وقعت ليه غريبه جدا مع ديوانه ياك. ديوانه مع السلام عليكم. اول واحد تلاقيت معاه اول واحد تلاقى معاه تماك شنو وقع ليه معاه في مومبي؟ كان هز معاه شي حاجه ممنوعه في الهند؟ لا. تشابه له مع شي واحد اخر تقلبوا عليه؟ لا. كيسحب لهم واش هندي؟ سيد سيد معشد الباسبور خلينا نقلعوا خلينا انا بغيت نقول لهم قلب الباسبور وي قول لهم لا صدمني شي جبال شي واحد مشهور تما في الهند. نعم. ديواني صدق مغربي؟ لا. تهموه بشي حاجه غادي يكون عارفو عارف السميه ديالو تتعني شي حاجه في الهند الكنيه ديالو ولا شي حاجه؟ لا. شي حاجه خايبه ولا زوينه؟ وزوينه بزاف كاع زوينه. واش ديواني ولا ديوانيه؟ ديواني. شي حاجه عندها علاقه مع التصويره ديال الباسبور؟ لا. علاقه بسميه زوينه؟ زوج حاجه زوينه. شي حاجه زوينه زوينه وقعت اول واحد تلاقى معاه دواني فاش مشى لمومبي كاع عنده كونسيرت تما شي حاجه واعره. شنو هي؟ قال له انت بوغوس. عرفتي كيفاش قلتيها انت بحال عرفتي ميرسي قالت الحقيقه الله يخليك قال لها عندنا انت بوغوس وعاود لهم عاود لهم سيد هز الباسبور تيشوف فيه وي لي تي سيريو وفي الهند الا مشيتو ان شاء الله المطار تيبان كلشي مسلح وداك الشيء عندهم تيخلع وشاف فيا مزيان وقال لي ارتيست قلت لي ارتيست قال لي جاي بوغ ان فيستيفال موسيقى قلت لي اها سيد حط الباسبور بدا تيشوف فيا وبدا تيغني هنا رينا سكي بيزار في الهند ان اي واحد تتلاقى معاه وتعرفك في الموسيقى ولا شي حاجه تيشوفك تيفيكسيك وتيبدا يغني سيريو تبارك الله عليهم سي ان بوبل انكرويابل تو سامبلومون.